المدلوقة من الحلويات الشرقية المميزة جداً اللي ممكن تحضرها بسهولة بالبيت من خلال استخدام منتجات الذرة. طبعاً وصفتنا لهاليوم مميزة وبالأخص لما يتوفر القشطة الطبيعية اللي فيكن تحصلوا عليها من الذرة ماركت. خلينا نبدأ بالخطوات العملية. المدلوقة. بالبداية راح نحضر القطر كوب ونصف من الماء مع 3 أكواب من السكر. على النار راح أضيف ملعقتين من سمنة الذرة الحيوانية، ومن بعدها راح أضيف العجينة على النار، وراح أضيف ماء الورد، راح أضيف رشي من ملح الليمون. راح نحضر كوب من الحليب، ومن بعدها راح نضيفه على عجينة الكنافة بعد ما تنشف بعد الحليب إضافة القطر، ومن بعدها راح نضيف رشي من الفستق الحلبي ومنكون جاهزين للتقديم. فينا نقدم الطبق بأي طريقة سهلة وبتناسبنا. وصحتين وعافية.